أنا يا تالا. إيه. السؤال واضح؟ إيه. الاختيارات واضحة؟ يا تالا الله ينفع بك جاوبي. يا تالا الله ينفع بك جاوبي. الله على الحلقة اللي ما لها طعم. الله على الحلقة. الله يسامحك يا تالا. اللي ما لها طعم. سامحك الله يا تالا. يا اخي يمكن صح يا ابراهيم صح الاجابه. ها؟ تعال صح الاجابه. ما جاوبت. تعال صح الاجابه. ها؟ ما جاوبت. تعال شوف. يا تالا تدرين ان اسمك معناه النخله؟ تالا اسم من اسماء النخله. كانوا قديما يسمونها النخله فصارت مع ذا الشقلبه صارت تالا. الله ينفع بكم يا متصلين. تكفون جاوبوا. لو اجابات غلط. لكن لا تسكتوا لان السكوت علامة في هذا الموضع يعني والله يجيب القولون المراره يجيب احتقان في اللوز يجيب الزكمه. الله انا اشوف ان الحلقه نخليها اخبار علوم. ابراهيم تسمعني؟ نعم. ابراهيم؟ نعم. والله شوف يا ابراهيم انا اعرف ان الموضوع نخلي اليوم فقرتنا الموضوع صعب اليوم يا ابراهيم بس تحمل تحمل يعني اللي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. يا أخي أنت إيش تبغى؟ معنا مو بأذية هذه بس هو استشهاد. ناخذ اتصال. السلام عليكم. طيب ناخذ النتيجة من خلال المايك الجديد. ألو النتيجة. النقيب 91 يا النقيب. يا سلام يا النقيب. لعبت علي لعبت علي اخذت الحمص اسهل من الفول. يا سلام يا سلام يا سلام. الان الحلقه